عودة بقى للانتخابات الرئاسية، عايزك تساعديني في تحليل المشهد الانتخابي للمصريين في الخارج. أنا شفت أنه على ما يبدو، مجرد رصد ما أقدرش أوصفه بأنه دقيق لأنه رصد قائم على اللي احنا بنشوفه من تقارير صحفية مصورة، في إقبال أكبر بكتير من الإقبال في الاستحقاقين الرئاسيين الماضيين. هل صادفتي نفس الرصد ده ولا لأ؟ وإذا كان الأمر كذلك ليه؟ أجراز العودة يعني بمعنى نظرتك أنت للانتخابات كمواطن في الداخل مختلفة كثيرا عن المواطن في الخارج، وتحديدا المواطن اللي هو عايش في الدول الأوروبية أو الدول الغربية، أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي. بداية في عزوف كبير من المصريين اللي عايشين في أوروبا بيجهزوا من فترة للعودة. ليه؟ أولاً، أول يعني سبب الغزو الثقافي الدخيل على المجتمعات، فكرة إن بقى في ترويج لأفكار منافية للعادات والتقاليد والأديان بدأت تبقى إجباري في أوروبا، وده أنا لاحظته مثلاً في مدارس أولادنا، يعني إن الولاد بدأوا يرجعوا من بره وبيدوروا على مدارس تتناسب بقى كل لغة مع الدولة اللي كان قاعد فيها. إيه اللي رجعكم يعني الحياة مستقرة اللي إحنا كنا جايين؟ لا، الوضع بقى خطر جداً على الأولاد. دي نقطة. النقطة الثانية إن العربي بقى في أوروبا مستهدف كونوا عربي. فكرة إن أنتوا اللي حصل في حرب سوريا وما تلاها في بعض الدول العربية، تم تسويق العربي المسلم إن هو إرهابي، فهو قنبلة موقوتة. الأحداث اللي حصلت في فرنسا والفوضى والشغب لصقوها بالمواطن الأفريقي. فبدأ يبقى في نفور من المجتمعات الغربية من المواطنين العرب والأفارقة. الثقافة اللي بقت مفروضة على المدارس كمثلا الشذوذ وكذا، أي مواطن شرقي سواء مسلم أو مسيحي بدأ يخاف على أولاده وعايز يرجع. الأزمة الاقتصادية، أنت كنت بتسافر أوروبا دايما عشان في وضع اقتصادي، تعليم محترم، حياة مستقرة. ده اختلف تماما في المرحلة الأخيرة بسبب التضخم وزيادة معدلات البطالة، فبدأ المواطن المصري حاسس أنه راجع يعني أنا لازم أشارك عشان البلد دي تستقر، لأن الحرب قادمة. الحرب الأوكرانية الكل عارف، تحديدا اللي عايش في الغرب، كشفت الوجه القبيح للغرب، إن هم عندهم ازدواجية معايير، صحيح. إن هم بيقمروا بالدماء، إن هم ملهمش أمام. فبالتالي خلاص هو المواطن المصري اللي كان عايش في أوروبا وشايف إن ده الأنسب ليه، دلوقتي هو عايز يرجع، وعايز يرجع فعايز بلده آمنة. آمنة يعني في انتخابات، يعني في شرعية، يعني في تحشيد جماهيري كبير، لأن الفكرة مش فكرة انتخابات بس، فكرة إن اللي يكسب في الانتخابات لازم يكون ويظهر قدام العالم في التوقيت ده في حرب غزة إنه مدعوم شعبيا. ما تنساش إن إحنا في 2013 غيرنا مسار الشرق الأوسط بسبب الظهير الشعبي، صح، للقوات المسلحة المصرية. ما قدرتش أمريكا تقول لك حاجة، صح. لكن لو مشهد انتخابي، صناديق فارغة، لجان فارغة، هتيجي تضغط بقى براحتها، ما هي عارفة ان الشعب مش معاك. فهي الفكرة ان المواطن المصري اللي عايش بره عنده يعني هنا ممكن احنا نحكمها اكتر من منظور اقتصادي. عندي ازمة اقتصادية، ممكن حرب غزة يعني فوقت الناس شوية، ولكن المواطن اللي عايش في الدول الغربية تحديدا عنده ادراك اكتر مننا، لان الحرب الاوكرانية كشفت الأمور بشكل كبير. بدأ يحس أن المجتمع الغربي مش مناسب ليه، فهو كده كده لازم يرجع عشان يحافظ على وضعه أسرته. الوضع الاقتصادي في أوروبا بدأ يتدهور، احنا بنشوف اللي بيحصل في فرنسا، في ألمانيا. ألمانيا العمود الفقري للاقتصاد الأوروبي، بدأ يحصل فيها مشاكل كبيرة. إنجلترا عندهم مدينتين، يعني برمنغهام وتوتنهام، الاثنين أعلنوا إفلاسهم وعدم الوفاء بالتزاماتهم. احنا لينا أصدقاء، احنا يعني إعلاميين لينا أصدقاء في وسائل إعلام إنجليزية يعني أو بريطانية تاريخية، في يوم وليلة جمعوا الناس كلها الساعة 9 الصبح، انت مخلص برنامجك روحت الساعة 9 الصبح، تعالى احنا عايزينك، ايه هتمضي، باي باي، روح. ده حصل في وسائل الاعلام يعني اكيد عارف، روح لمجرد ان انت روح. بس وقفت عشان خاطر غزة او ان انت اعلنت الحيازة، ده من قبل ده كان بسبب الاسباب الاقتصادية، انهيار مالي. يعني مش عايز اقول لك اسماء حاجة معينة، بس اشهر وسيلة اعلام بريطانية على مستوى العالم ده حصل فيه، حصل مع زمايلنا، باي باي، مفيش فلوس.
ولا اما هتاخد المستحقات اللي احنا حاطينها وتروح، لا اما انا وانت والمحاكم يعني. خلينا بقى مع بعض. فهي الفكره ان المواطن اللي بره سبب اقباله على الانتخابات بدا يحس كمان مساله السودان مش هباء يعني. في شهر فبراير في شهر ابريل اللي فات، النهارده غزه، كلام كتير على قناه السويس، البحر الاحمر، يعني انت خلاص يعني من كل الاتجاهات في مشاكل بالنسبه لك، ليبيا. فهو بدا اللي احنا كنا بنقوله مثلا زمان فيقول انت يعني عايش في نظريه المؤامره، لا هو بدا يبقى واقع، واقع حاليا انت على كل حدودك مشدود في تضييق خناق طول الوقت. طريقه كمان التناول الامريكي، اول يوم 7 أكتوبر واحداث قطاع غزه، اول حاجه طلع اول تصريح امريكي نطالب مصر بتحمل مسؤوليتها تجاه المدنيين وفتح ممرات امن. فخلاص بدا اللعب على المكشوف، فبدأ الناس تشعر ان في خطر كبير. المساله بقى ما بقاش خلاف شخصي، ما بقاش خلاف بين مثلا حكومه وما بين شعب، ما بين اداره وما بين شعب، لا ده في يا جماعه مشكله الوطن. وهي دي ميزه بتميز المصريين دايما، نختلف مع بعض براحتنا، بس وقت الجد في حاجه بتخص الوطن لازم نتفق، يعني لازم نتفق ولازم نقف. طب بتشوفي انه يعني انا اتفق معاك جدا انه في صعود كبير جدا لليمين في اوروبا، وده ادى إلى أنه الأوضاع بتاعة سواء إذا كانوا حاصلين على جنسية أو حتى غير الحاصلين على جنسيات أوروبية عندهم مشكلة، ده مما لا شك فيه. فكرة على رأيك أجراس العودة تدق مرة أخرى، تمام أهلا وسهلا، ينورونا يعني في الأخير طب بلدهم طبعا. وبعدين إحنا بنتكلم كمان على عدد ضخم جدا من العقول، ما هماش ناس برضو بسيطة طبعا، بنتكلم على عقول مخيفة موجودة في أوروبا، فعودتهم مرة تانية بصراحة مكسب، تنعش الدولة والأفكار طبعًا. ونستفيد من خبرتهم.